جاهزة من الكهرمان. طقم من الكهرمان طبيعي بالشهادة الخاصة به، وما شاء الله جايب بقطعتين، دي مش تبعه. طيب نفك كده بس العقد، طبعا القفل بتاعه، ناخد دي ودي نبتدي نشتغل عليها. طبعا بريسلت احجار، خلوني ازوم ان، احجار كهرمان طبيعي، طبعا عمرها كبير لان اللون بتاعها ابتدى زي ما انتم شايفين اغلبه اللون الابيض، او الدرجة الغالبة في درجة اللون الابيض. طبعا احنا بفضل الله وكيل لمنجم كالينجرات، خلونا نزوم اوت. طبعا حجزت لك ايمن بي حسين، احجز له قطعة. ايه اماني هانم، انا اسف، معلش انا الاسامي بتجري جنبي، بس انت بتبقى اسهل مني عشان الشاشة بتاعتك اكبر. خلونا نشوف وزن الطقم ده قد ايه من الكهرمان الطبيعي، حاجة من الحاجات الجميلة قوي. والوزن بتاع الطقم ما شاء الله وزنه تقيل قوي قوي قوي، يمكن اتقل وزن ناخده في الاوزان اللي معانا خلال الفترة اللي فاتت دي، 45 جرام 20. هنفتح مزادنا على البند ده يا طيبين بجنيه واحد، والبند بدون رجوع، كهرمان طبيعي، عقد وبرسلت من الكهرمان، 45 جرام 20، والبند بجنيه واحد وبدون رجوع. وعايزين رقبية نحط عليها البند. خمسة واربعين جرام عشرين من، طب شاويلي يا طيب لما هي جنب. طبعا العقد طويل يناسب المحجبات، وبرسلت حجمه مميز وطبعا بيكبر ويوسع. وبدأ مزادي على 45 جرام من الكهرمان، 45 جرام من الكهرمان. فتح المزاد بالفعل مستر هاني حلمي ب 500، كان بعده أحمد مجدي ب 500، فبقت 600 عند أحمد مجدي، 700 عند حلمي، و50 عند أحمد مجدي، 800 عند رضا، 900 عند حلمي قبل جنابك محمد بيه، و50 عند رضا بيه، أعلى مزايد عندي في 45 جرام. يا خربتك يا كرياكو، 1000 جنيه كهرمان طبيعي، 45 جرام ب 1000 جنيه، 1000 لونع، 1000 ألف لدوي. تأمريني يا ربع هانم نعمل مزاد للنساء فقط. أعلى مزايدة عندي حتى الآن ألف ومية. كل دول العالم يا فندم، 1100 على مزايدة عندي في 45 جرام من الكهرمان. يا بلاش لونا، يا بلاش، يا بلاش على دوي، يا بلاش. 1100 قبل جنابك ابو النزاع عند مستر رضا نازع. ممكن واحده مشبره؟ تلج كتير، تلج كتير. ولا بنام قال ابو الزيد عندي قبل جنابك هشام بي عندي 1100 وببلاش 45 جرام، وما حدش واخد باله. 45 جرام و1100 جنيه. طب عارفين يعني كام الجرام؟ 1100 على 45 يعني بأقل من 25 جنيه جرام، بس كده 10 ثواني. كهرمان طبيعي بأقل من 25 جنيه جرام، يعني ما جبناش دولارين، ما جبناش دولارين، 1200، 5 ثواني والبند بيروح دروة، ونزل الكومنت، ومبارك على صاحب على ابو زيدة قبل الكومنت، حاجة ببلاش كده اهو، ربنا يبارك. خطفها احمد مجدي ب 1400 جنيه، صياد يا مجدي وببلاش، والله ببلاش ببلاش ببلاش.
45 جرام كهرمان طبيعي بعمره كبير وببلاش. ربنا يبارك احمد بيه مجدي، 1400 و1000 مبروك. حلو كده. بس